السلام عليكم. لاباس عليكم؟ بخيرين الحمد لله، كلشي لاباس. نتمنىوكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم خوت ما نطولوش عليكم، اليوم زربنا على محسن، غادي نرد له الصرف وغنتهمو بواحد التهمه ما نطيحلوش على العقل. اتفقنا عليه؟ انا عزيت عليا اختي، جيت ندافع على اختي. عمل فيها زرق لعايله يما غادي نخرج عليها. خوتي شكرا، بقاو مع الفيديو، ربي يخليكم. ما تنساوش اللايك لايكيوها. هو جا اللي عليه العمده، خليكم معنا. ايوا اختي، معاد الماتي مع الوالده، قولي مسكينه مهلوكه. السلام عليكم. اوه شكون هنايا؟ انا مقدم. لاباس مزيان مزيان. فاجي ساقسيك ولا خايف كنستنى انا قبايل، وانا كنستنى هنايا، والتليفون ما كيشبر لك شي، وفيا نعسان. ماشي ما كيشبر شي، مطفي عني. قول اخي محمد، ديك النهار اللي عطيتك السارد، اها، دماها، اها، النهار اللي قلتي لي خصني شي فلوس، محتاج شي حاجه الفلوس هادي، شكون عطاك السارد؟ عطاتو لي فاطمه الزهراء. هي هادي، مشيت اللي قلت لك وصافي، مشيت قلت فيها الغرض. هزيت اخبارك من تما. شحال زيتي تما؟ 200 درهم. شنو قلت لك انا؟ شنو قلت لي؟ قلت لك الفلوس مشاو طار من تما. الله اكبر. الصراحه محسن هذا. الله اكبر، غنصلي العصر ولا؟ وكيفاش الفلوس مشات محمد؟ الحاجه زيتي تما 200 درهم. 200 درهم. انا جبرت فلوس ناقصه. الحساب اللي كان عندي تما ما جبرتش 200 درهم اللي ناقصه، جبرت اكثر. سقسيت فاطمة الزهراء قلت لها واش زيدي دينا شي حاجة؟ قالت لي لا. سقسيت كريمة قالت لها لا. واش أنا خوت لك هاود أنت نهاز باش ما نطيحوش شي مشكل ماشي هو هذاك. فاطمة الزهراء عطيتي السارت لشي واحد ولا؟ أنا محسن ياك ملي جيتي قلتي لي، قال لك محمد عطيني فلوس من الكوكيطة، قلت لك هاك السارت حيت كنت كنعدل فلان. وي أنا ديت السارت هاود نبيت حقها، جبرت تما الفلوس منزلين، هزيت 200 درهم ما حسيتش وصافي. انا ما هزيتش ما كثر، مشيت تهزي الغرض. وملي كنت خارج عاود طلعت عندكم تما، كنت غتعدل ديك الشيء تما الاخر، قلت لك انا هزيت الفلوس، مشيت شريت بوطات وديك الشيء. عندك تكون نزيتي شي حاجه كثر وما الله يهديك، شحال نهز كثر شي حاجه كثر، غنقول لك محمد انا هزيت واش عرفتي منك؟ هذا هو المشكل، الفلوس مشات لي واللي كنسقسيها انا، ما خرجت مع حتى شي واحد، البيت بقى مجدود، دخلت هي، دخلت انا، دخلت انت، هنا ثلاثة بينا اللي دخلنا للبيت، حتى واحد ما دخل. ودابا شنو اخي محمد غتشك فيا انا ولا؟ اخي محمد واش كتشك فيا انا ندير لك الفلوس ديالك اخي محمد؟ ودابا حنا غير كنوضحوا انا كنت احتاج كثر، غنقول لك عندي كثر اخي محمد، انا هزيت 200 درهم. دابا انت هنا كتقول هزيتي 200 درهم. ما عندكش السالفة شي واحد. انا عندي تما فاطمة الزهراء، انا سالت رديته لك ملي هزيت، رديت لك الساروت. انا عطيت لك الساروت ليك حيت كنت كنعدل فلان، قلت لي قال لك اعطيني الفلوس، قلت لك ها الساروت. حنا ماشي برانيين الحمد لله، حنا خوت مع ما عطيتش. مشاو لك بزاف الفلوس اخي محمد. علاش انا عندي بزاف ديال الفلوس؟ انا عندي الملايير. انا هزيت 200 درهم اخي. ايوا كتقول لي بركه خليتها باقا تما، هزيت 200 درهم. كتاش بزاف ديال الفلوس ياك اللي شفتيه تما؟ هو اللي كاين بركه بحالنا بحال الناس نزلات تما الفلوس. شحال هاد الفلوس عندي انا؟ ما كتحسبوش ولا؟ فلوس تحسبهم بعينك هادوك، ما تما والو الحمد لله. شفتي شي حاجه تما كبيره؟ خي محمد انا قلت لك هزيت 200 درهم اللي احتجتها. ودابا هذا هو المشكل. انا وقفت على فلوس حيت بعيد وصافي، كنتي في الدار وقفت على فلوس، قلت لك انت جات فينا حنا ما كنتيش في الدار. أيوه. علاش في قلنا لك وكتشك فيا اخي محمد؟ انا ندير لك فلوس كامل الله يهديك. ودابا حنا نعرفوا شكون داهم. وانا ما عرفتش انت لك مع الروينه دابا. واش انا الباب مشدوده وديتي انت السارات بوحدك اللي ديتي السارات، والمرايه اللي دات السارات، والفلوس مشاو من تما؟ لا ماشي المشكل عندنا الفلوس مشاو لنا، ولا عندنا الفلوس.
اجينا نهضروا غير شحال هزيتي انت قلتي لي واحد انا هزيت 200 درهم ايوا هزيت بها الغار مشيت عند فاطمه الزهراء قلت لها يا امراه انا كنت خاصي واحد من العيال ولا شي واحد انا ما دخلتش البيت انا كنت كنعاونها في الكوزينه انا ما دخلتش انا وانا قلت لك ها هو انت انا البيت باش ما نطيحش فشي مشكل ماشي هو قلت لك انا اخي محمد انا ما نديرلكش فلوس اخي محمد الله يهديك اصاحبي انا ما نهزلكش فلوس اخي محمد شكون اخي محمد شكون هذا؟ ما عطينيش السالوت اخي محمد اذا كنت ما كتثقش فيا ما عطينيش السالوت اخي محمد الله يهديك اصاحبي واش ما عطيتكش السالوت؟ ما تقوليش عطيني السالوت ديك الساعه لا انا ما قلتلكش انا قلت لك عطيني 200 درهم وقفت عليها اخي محمد صافي سالتك انا مورا 200 درهم انا صافي وانا طلعت عند المرا طلعت عند فاطمه الزهراء قلت لها السخرى قالت لي هاك السالوت قلت لها مشي عطيها لي انت الله يرحم امك انا باش نتهاور من هاد الشيء دابا حنا عائله مع بعضيتنا وعندي حشومه شنو حشومه؟ ده محمد ما نعرف يكون شي واحد دابا جينا واش تسرى الراجل اخي محمد شحال شفت كنقول فيه مشات شوف مشات شي حاجه حسب عليا شفت شي حاجه حسب عليا اخي محمد شوف لك فلوس حسبهم عليا اخي انا ما ديتش اقسم بالله ما ديت اخي محمد دابا بحال كتقول لي انت ديتيها اخي محمد انا والله ما ديت اخي محمد شي حاجه وشكون داهم والله نزيني في صحتي ما ديت شي حاجه غير خصني نعرف انا شكون اخي محمد دار كانت عامره والبنت مشدودة كانت عامرة والبنت مشدودة أصلا أنا ملي خديت الغلط ديت السالوت فاطمة الزهراء شديتي الباب أنتينا ولا خليتيها مفتوحة؟ لا شديتها إيوا صافي شديتيها أنت اللي دخلتي وخرجتي أنت دخلتي وخرجتي ولا هادي لا فيو يا إما أنتينا يا إما هي شنو أنا؟ كيفاش شنو أنا؟ شكون أنت؟ شنو عندك فيا أنا ولا؟ علاش عند من كيكونوا؟ شنو عند من كيكونوا؟ الفلوس أخي محمد خي محمد بلا ما تلصق فيا انا واش مشى لك بزاف شحال مشاو خي محمد انا اللي مشات حسب عليا خي محمد انا ما ديت لك شي سقول له شحال مشى لك بسم الله العلي العظيم ما ديت شي حاجه خي محمد سقول له شحال مشى لك شنو قصتك تقول شوف شحال مشى له ولا كانت شي حاجه قد تستيطع عليها لا كعطيها يعطيها لا لا ما عرفتش الحاجه ديال الناس قال لك ودابا كتقول واش دابا انت كتقول لي هزيت واش منين كتقول لي انا هزيت أو محمد واش منيت باش كنسمع اصاحبي واش منيت انا ندير لك الفلوس ديالك اصاحبي واش غايديهم لي شكون دخل الدار ديالي انا دخلت نبيت وهزيت 200 درهم جبرت فلوس نزلين تما هزيت 200 درهم خلت بركه الله يهزني في وسط وخرجتي بحالك وخرجت بحالي ما عنديش انا فلوس كاملين اصاحبي ديتي غير شويه 200 درهم هزيت مرة اخرى ما تضحكوش لا 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 كيفاش تقال دزيت غير شويه دزيت شي مره اخرى ما تضحكوشي والله ما نضحكوا قولوا لي شاش نعملوا فيها المقلب اللي كيغني الضحك ما تقولوا تضحكوشي ماشي ضحك هذا ماشي مقلب صاحبي ماشي صراحه انا ضحكت عليه قال هز غير شويه اعترف يا اعترفت يا خاي محسن اعترفت يا قلتيها شويه الحشومة عليكم ماشي من درسة علاش كنت باقيين او كتصوروا من فوق عملناها فيك اخي محسن عملناها فيك صافي واحد الزيرو زيرنا مسكين زيرنا ويك باقي عتفكي تفكي والله قدام مسكين والله الا وقيت كنتسرع هذا قال ديت انا ضحكنا ضحك شويه قال ديت غير شويه انا قلت ديت 200 درهم ماشي شي خوت هادو اللي فرشوا اللحم باقي غادي تزيرو عجبني الضحك ايوا اش غنقول لكم والله الا عاك تمشي تخسر هذيك جوج دبسيستات في ديك لاصه الماء هو صالح يعمل لك عيش ثلاثه المقالي في حاله طلع طيح الكيلو لا طيح طيح الكيلو الله يرضى بحال المسمار دابا ما شفتش وما عليك سرقتي نسيبك وطلب منه السماحه اعتذر له لا لا بلا ما تخلي السنا فيه تجي وصافي يا لا بلا ما يطلب السماحه خليه السنا فيه تجي ها مسكين صرفتك انا غنطلب منو السماحة راني 200 درهم ديالي انا شيت موراها منو تعطي 200 درهم فلوس الطعام ما تزالو انا غنطلب منو السماحة انا شيت طالب رزقي دابا راني 200 درهم ديالي ديك تعملها فيا بصح ماشي عارف كيفاش يختار المقلب والله العظيم عرفتي طيحني في امر الواقع ما عرفتش يعني البروف كامل في يدو دخلت للبيت طاني الساروت هزيت الفلوس ما جبرت ما نعمل صافي كبروا كيقول لك وانا عطيتك الساروت
فاطمة الزهرة عطاتني الساروت ابي تدخلت له صافي كيقول لك ما دخل حتى شي واحد من تما وي رجع الشفار يا ولا يحشني مع خايا ولا وسكت ما كدافع على لا راجل لا ولا ساكت تقول لي علاش اللي قالت لي قالت لي ما ديتيش كثار كنا زيت كثار صحيح بزاف بطل على شي واحد هادشي ما كان خوتي شكرا لكم بارك الله فيكم وزيدوا لا طبقوا الصلاة والسلام كنشكركم خوت كنشكركم بزاف كنبغيوكم كنحماقوا عليكم شكرا على التشجيعات ديالكم على لي لايك ديالكم على التعاليق ديالكم شكرا بزاف بزاف وصيهم وصيهم على لايك 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 بغينا نشوفوا اللايك بزاف المهم خوت الديديكاس ديالكم وكنشكركم المهم واحد الديديكاس اليوم واحد السيد طلب مني وبغى يشوفها في هذه القناة على الراس والعين خاي مصطفى كنشكرك بزاف مصطفى الدعلي كيوجه تحيه كبيره كبيره وقال غادي يعمل سوربريز للعائله ديالو في الراشيديه هو مقيم في كاديس في اسبانيا المهم الخوت سي مصطفى عنده الوالده ديالو عزيزه والوالد ديالو والاخوان ديالو كيشكرهم بزاف اللي هما الاخوان ديالو ربي يخليهم لهم ما كتسمعوا الاخوان كيقولوا لك ربي يخليهم لك وتلاقاو ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله وخصنا نتزوجوا كاع خاي مصطفى المهم كيوجه باقي ما مجهوش خلي يبان لي على ان شاء الله يسهل عليك خاي مصطفى الله يسهل عليك كنعرفوك شي الله يسهل عليه المهم كيوجه تحيه لعائله الدعلي الاب ديالو محمد الدعلي والام ديالو الحاجه زهره والاخوان ديالو انا الدوري غادي نقول الاخوان ديالي والزوجه ديالي غادي يقولوا الاخوان ديالو باش غادي نشاركوا الديديكاس تحيه كبيره للاخ عبد الله تحيه من فنيدق حتى للراشيديه الاخ عبد الله خالد مصطفى من الراشيديه وتحيه اخرى وتحيه كبيره من فنيدق حتى للراشيديه من الاخ عزيز واكبر تحيه من كاستي اخو حتى للراشيديه للاخ حميد والعائله الدعلي كامله كنشكركم وربي يخليكم ان شاء الله الله يخلي لكم الوالده ديالكم ويخليكم ديما مجموعين ومصطفى صراحه الصديق ديالي كيشكركم بزاف وكيقول نعم الاخوان ونعم الوالدين وكيشكر الناس الراشديه كاملين وكيسلم عليكم كاملين وكيسلم على الوليدات العائله الصغارين كاملين كيقول لكم توحش لكم وربي يخليكم وتهلاونا في هذا السيد وربي يخليكم العائلة الدعلي كاملة ربي يخليكم والديديكاس الثانية غادي تكون الحاج حسن سي حسن اللي معروف عندنا دابا حنايا العائلة ديالي الأب الروحي كنشكرو هاد السيد كنشكرو واه بزاف بزاف الحاج حسن الشولي ربي يخليه وربي يخلي له الزوجة ديالو آمين ووليداتو وكيقول لكم ديالو هارون وكيقول لكم دائما دعوا له مع الوالدين ديالو بالرحمة والمغفرة دعوا له مع الوالدين ديالو بزاف صراحة هاد السيد هذا الله يعمرها دار نعم. وفي اي عمل خيري كتلقاه مسكين دائما هو الاولاني الله يطول ربي في العمر صراحه قررنا نعدلو الديديكاس هنايا بقالنا الوقت شويه في هذا الفيديو حيت اصلا ما عنديش نغدى الديديكاس وقلنا نعدلوها هنايا كنشكركم بزاف كنشكر سي حسن بزاف وربي يخليك ويخلي لك الصحه ديالك ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يتقبل الاعمال ديالك كامله بزاف الناس كيشكروك وربي يخليك ويخلي لك وليداتك وتحيه لوليداتك كاملين وتحيه للناس اللي كتحمل من كاستي خوتا من بولي الاصل تشولي كاملين كنشكروهم وكيبلغ لكم السلام من الحاج حسن من فرنسا ربي يخليه وقال لي بلغ التحيه نهارون هارون 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 واحلى هارون واحلى هارون والام ديالو ربي يخليها له وربي يخليكم ديما مجموعين امين وكنشكروكم كاملين تحيه من عندنا حتى عندكم المتتبعين ديالنا كاملين اللي كيتبعونا واللي كيتشوفوا فينا دابا وكنشكروا الناس الجاليه ديالنا كاملين كنشكركم الاخوان ربي يخليكم وشكرا لكم كاملين واحد واحد وربي يهز علينا هذا الوباء ان شاء الله ونشوفكم كاملين ليكم فرحانين ان شاء آمين الله واللي في النيه ديالو شي حاجه ربي يأتيه بها ان شاء الله كنشكركم هضرت انا بزاف ياك اكيد ضروري كاين شي فرصه تحية لكم خوتي تحية لكم سكات كمل ضايع سير انا كنقول لك شنو قلبي كنخشع المهم كيهضر باسم ديالنا المهم كنبغيوكم متتبعين ديالنا كاملين بصفة عامة سواء داخل المغرب او خارج المغرب خلي يديك يهضروا
يديتها هما واخا عيو يقولوا لي هبط يدك. مهم تحيه لكم من هنا حتى عندكم متتبعين ديالنا كاملين بكم، سواء داخل المغرب خارج المغرب، غير خليها المهم خليها كتشرح. شكرا الاخوان بارك الله فيكم. المهم اللي باقي ما تابوناش مع كريمه ومحسن يتابونا الله يجازيكم بخير. اللي يتفرج في هذا الفيديو ما تنساوش يدير لايك 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 مع بلغوا مع ثاني خصهم هادو خصهم المقصود ديالهم يتبلغ ان شاء الله خصهم يبلغوا 10 كا باقي والو 10 كا ان شاء الله عاتاني 10 كا توصل ان شاء الله. باش غادي نعملوا شي حفله ان شاء الله ل 10 كا غادي نعملوها ان شاء الله. كيسالوا لي واحد الطارطه كانوا جابوها لي خصني نبدا لهم حتى انا ان شاء الله. لا والو خي طارطه طلعتنا في راسنا خصنا شي حاجه اخرى. غنجيب لكم الخليع تبقاو هاجي لكم الخليع تقعد في الطروبة. خوتي شكرا سمحوا لنا طولنا عليكم في حالكم. وديما ياو ياو وديما ياو ياو ديما ديما.